اجتماعية رائدة في تلفزيون الكويت، مميزة جدا وبنجومها اللي مخلينها تقف على أرض صلبة. من هي؟ الوجه المستعار. منو فيكم اليوم الوجه المستعار ولا وجهكم حقيقي اليوم؟ كلنا وجوه مستعارة. مبارك عليكم ما تبقى من الشهر. الفنان شهاب حاجية والفنان فواز يعطيكم ألف عافية، وسعيدين بتواجدكم عبر شاشة تلفزيون الكويت ومنورينا. الله يعافيك، عسى الله يعود علينا إن شاء الله كل سنة بصحة والعافية. حياكم الله. عليك عبد الله. الله يسلمك. حصة بابا بغيت اقول لك اسم الدلع حصيت له دلع. حياكم الله. ما شفتكم اي والله. اكيد منورينا. اليوم جايين على القرقيعان، اول يوم القرقيعان. انتوا جبتوني سينما الحمراء. اي تدري المكان هذا شنو بالنسبه لي؟ كلمنا عن ذكرياتك. كل ذكرياتي هني حصة عبد الله شيء يعني. اذكر اخر مره سينما مو الحمراء، الفردوس. كنا الايام العيد نتجمع افلام هندية. ما افلام من دي اربع ساعات انت مفتك من اهلك تقعد ما تدري شو الفيلم بس مو تطلع من البيت. فكنا نتجمع، كان في الله يسلمك دوار المطعم كنا نسميه هذا دوار نواره، زحمه هنود واحنا متجمعين 10 بندش ماكو تذاكر، قاعد نشرب شو اسمه مو بيبسي كراش، تدرين بطل كراش قبل القاعه هالمتن عدل. فاخذ البطل انا قلت تبون تذاكر يقولون لي، فاحذف البطل على الشباك طق براس واحد مو ينبط راسه يشيلونه. اوه شيطانه. اي يشيلونه الشباك يفضى، اقول روح بسرعه روح اجل. الكل يروح الهنود كلهم مكان وانتم يفضى لكم. فكانت ذكريات اني افلام العربيه بسينما الحمراء، سعاد حسني، نلي، هند رستم، يعني كل افلام الجميله الحلوه، كل اثنين يحبون بعض كان يوم سينما الحمراء. اكيد. او دوم متزوجين. ذكريات الحب. اي سنه اي سنه هذه؟ ما من كبرك وايد بس قلنا السبعينات. لا انا مالي 63 ما العمر كله يعني. العمر كله ان شاء الله. اروح حق فواز بعد شوي. فواز اي مواليد دام من شاب حجية قال عمر لازم تقول لنا انت. فواز توك متخرج صح من الثانويه؟ اي انا توني متخرج من الثانويه، انا مواليد 97. حلو العمر كله يعني شباب. 97 يعني كم عمرك؟ 17 سنه و18؟ دشيت 19. دشيت 19 يلا العمر كله ان شاء الله. اي والله احلى. اي انا الشباب تبادل معنا شكلك اصغر يعني. هي شكلي يعطي اصغر وايد يقولون عادي. سابق مالك شغل. سابق طبيعي الحمد لله. تكون فواز فواز بالاعمال الدراميه، احنا كان المفروض تكون ويانا ضيفتنا قاعد يشوفون هنا قاعد يشوفون المشاهدين ضيفتنا صابرين برشيد المذيع والفنانه البحرينيه، نبيها تدخل ويانا. حياك الله صابرين. تفضلي. تاخرت وايد. يا يعني البحرين مشي. متاخر يمكن سوالف المكياج وسوالف البحرين. البحرين جاي عشان شيء متاخر. حياك الله. حياك الله. انا تقريبا. حياك الله. سعد مبارك ومبارك عش ما تبقى من الشهر. وقرقعان وقرقع، خلينا نقرقع لها. يلا نبي بالبحرين احنا سمعنا بالكويت. احنا نقرقع عنكم غير صح؟ شو تقولوا سمعنا؟ احنا نقول قرقعان عادت عليكم ترى صوتي حيل نشاز. يا الصيام كايا رمضان عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم ويا مكة يا المعمورة في تكملة بعد شنو وسلم صابرين يلا وخلها لهم يلا. أول سنة تكونين بالكويت أيام القرقعان صح؟ شلون شايف الأجواء؟ ما لحقتي بعدين متأخر ما شفتي تو الأطفال اللي كانوا معانا هني. إيه قرقعان والله زحمة الشوارع ما شاء الله. لا بعد شوي نسويها. انا لي عندي نقطه، شفناك باول مره يعني اول مره نشوفك بدور جدي، متعودين عليك بطابع الكوميديا شويه يعني دم خفيف اسقاطات شويه يعني حتى لو ما يكون الدور كوميدي يكون دم خفيف. هالمره دكتور وفي الجامعه وسيريس لا وتحب بنيه صغيره. فكلمنا عن دورك في الوجه المستعار. لا على فكره ترى مو اول مره انا اشتغل تراجيدي بس كانت الادوار اقل. هذه انا اشكر اخوي فيها اخوي الاستاذ المنتج والمؤلف حمد بدر اللي اعطاني الثقه. طبعا ابوه راح اقول له مدحته. هو اللي اعطاني الثقه مع انه كان في المؤلفه ما كانت موافقه والمنتج نفسه الاساسي اللي هو مازن العياد ما كان موافق، مو عشان شهاب ان شهاب كوميدي شلون بيأدي هذا الدور. مؤلفة العمل تهاني الغامدي. مؤلفة العمل تهاني الغامدي والمنتج. صار واسطة من فواز. مو فواز ربوه. أخوي المساعد محمد بدر قال لهم عندي الريال مو أول مرة يشتغل معاي واشتغل معاي ترى عطر الجنة حرب القلوب عدم التحليل بس كان كوميدي شوية. إيه
شو اسمه حب الحلال يعني اشتغلت، بس هذا على قولتي الدكتور وجدي ومساحة أكبر، فأنا أشكر فيها أخوي حمد بدر صراحة. بس لايق عليك الدور صراحة ما شاء الله عليك، أتقنته يعني بشكل ما تخيلت إنه يعني أي حد ممكن يأدي هالدور ما راح يأدي بهالإتقان. دشيت تحدي. إيه ما شاء الله. أنا داش تحدي مع المؤلفة. والله تذكرت دكاترة الجامعة يعني أكيد عبد الله يعني نفس الستايل نفس الشكل نفس الجدية. مثلت الشخصية بالضبط يعني. الحمد لله. يمكن نتكلم مع فواز أو شايع في هذا العمل الوجه المستعار، شلون شفت الدور عليك؟ ماخذ بطولة ما شاء الله، قاعد نشوف حتى من اللقطات من البرومو اللي طالع فيه واسطة أبو واسطة. إيه هو شوف لازم تكون واسطة موجودة بالمسلسل احنا نقول واسطة أبوي فرض علينا بعد سنة اسمه أول اسم تخيل فواز حمد فيه تخيل يستاهل والله يستاهل أبو عزيز والله. شوف شخصية شايع أنا وايد يعني حبيتها يعني لما قريت النص هو الولد اللي الشيطان اللي يسوي يعني جو في البيت، فأنا حبيت الشخصية أنها كذي. بس بعدين في حلقة من الحلقات راح يصير لظرف هم يدرون شو راح يصير، قول حق المشاهدين قول حق المشاهدين لعبتي فإن شاء الله يعني تبين الأيام راح تنتقل شخصيتها من الفن وهذا لا تتغير تغير شنو يصير إن عكس الفن يعني تصير جدية مثلاً محاولاتك ترى باعت بالفشل. إيه أنا عارف متفقين يعني إيه يعني مخططين ومتفقين على كلمة واحدة ما حد يتحجى يقسمون علينا ما أخذنا أجرنا أكيد. ها من شايع بروح حق شيخة شيخة شخت البنات بالمسلسل شلون كان دورك شنو ملامح الشخصية يعني اللي فيها حسيتها إيه فقيرة إيه يعني شيخة يعني تجسد المرأة اللي تعاني من الخيانة الزوجية ومرحلة الطلاق الصعبة يعني اللي تمر فيها في المجتمع. طبعا نظرة بلسنا نظرة المجتمع للمطلقة للحين نظرة ناقصة يعني للحين منظورها ان هي خلاص توقف الحياة عندها، بس الشخصية هذه اول مرة انا جسد فيها دور ام، فالحمد لله ردت الفعل انه والله تصلحين ام ممكن تكونين ام يعني دور من الادوار. فانا كنت متخوفه في البدايه انه اول مره راح امثل وعندي يعني بنت راح تطلع معي بالعمل، فالحمد لله يعني كانت اجواء العمل حلوه استمتعنا فيها وايد وكانت تجربه وايد زين. طلقتي من اصلك زين والله شايف رأي الهيب لو انا مكانك اصلا من اول حلقه طلع امانه يعني المسلسل مو بطوله مطلقه بطوله مشتركه يعني كل واحد له دور وبطل اي يعني كل واحد بطل بالدور اللي قاعد يأديه. فبالنسبة لك الموضوع هذا مريح أكثر ولا لا تحس إن البطولة يعني المطلقة أفضل؟ لا أنا أحب كذي. تعرفين ليش؟ لأن المشاهد يبي يعرف إيش هاب يسوى أو إيش عنده فواز إيش عنده. كل واحد فينا عنده مشكلة، لما تصير مشكلة معينة أو مثل قصة على شاب بروحه مملة تصير. إيش بيصير يعني 30 حلقة راح يصير مط فيها وايد إيه. لكن لما أحداث وايد حين هي قصتها بروح، هذا قصتها أنا قصتي مشكلة ما عارفين آخر شيء تطلع السالفة هاي السالفة اللي ما تبي تقولها. هذه السالفة اللي ما تبي تقولها صح؟ قريبة إن شاء الله. أي حلقة أنت قولوا لنا عشان نعرف. اليوم كم رمضان 13 متى؟ 20 20 انا قالوا لي 20 فواز حافظ الحلقات وعارف شنو احنا ابوه قاعد بسالك فواز انت اخترت الدور ولا الدور حسيت يعني صار عندك خيارات ولا انت قلت انا بهالدور؟ شوفي انا اول شيء ما كنت حاط نفسي بهالعمل يعني المفروض انا مو وياه لان كان المخرج قاعد يقرا النص فقال تقريبا انه ماكو دور. مع القراءة طلعت شخصية شايع بعدين إنه لا بالجامعة أوكي مناسب حقي بالجامعة تقريبا على عمري، فبالبداية هو ما كان موجود بعدين المخرج قال إنه أوكي ممكن يصلح إنه يدش فقريت وصار طعنه وشيء. صار في تعديلات؟ صار في تعديل على الدور؟ طبعا يعني المخرج له وجهة نظر فهو يغير يعني يشوف على حسب طبعا هي لأن المؤلفة سعودية فيختلف تقريبا المجتمع السعودي عن المجتمع الكويتي اي واللكنه والحكي كوتوها شويه اكيد بالضبط يعني تعديلات بسيطه. ابو عزوز طبعا ليش كنت خايف عليه فنان شاب؟ انا كنت خايف عليه لان الدور يعني كبير عليه شويه كان لان انا اقول لك اشتغل معي بسم الله عليه مسلسل اسمه مو عذر خل عذر الجنة اللي بيوت من ثلج على ذمة التحقيق على ذمة التحقيق إيه كوميدي فكان حلو هني. فالدور هذا بالنسبة له نقلة كنت خايف عليه أثبت وجوده يعني وايد كنت أنصحه وايد ما يشينه حتى يعني في مشهد مشاهد يعني صراحة كسر خاطري عطيته كف
من غير ما يدري وما كان مكتوب. غشني مني حتى المخرج غشيته. حسبي الحين والله استفزني. انت كان يصارخ علي ما يصير. الولد يصارخ على ابوه ما يصير. حتى مو مكتوب انه مثلا مكتوب انه اسكت بس كذي. لا اي والله هني اعطاني لا هني بعد ليه اليوم حاسبي كنا حاسبي ومكروه منه بس سامحته انا ذاك خلقي بس انا عندي واحده من زميلاتي دائما تقول لي لما امثل اظل عقبها كم يوم متقمصه الشخصيه يعني متاثره بالمثلا اذا مشاهد حزينه اظل كم يوم حزينه اذا مشاهد مثلا فيها بكي اظل يعني بحاله اكتئاب كبيره فهل موضوع تعيشونه صدق يصير هالشيء؟ يصير اي بالضبط والله صدق يعني حاله الحزن تاثر وهم الكاركتر لما الممثل يبي يتقمصه بالطريقه الصح ياثر فيه يتم معاه يعني انا اول عمل لي كان اسمه كسر الخواطر وصورناه بدبي نفس المنتج فدوري كان في بنت شريره بنت مغروره شايفه في نفسها فظلت معاي النظرة هذه ما شفت النفس وتشوف الكل من فوق لتحت فظلت معاي الفنان يوم يتقمص يمكن صابرين الشخصية رجعت البحرين ومتقولي النظرة هذه شليها هذه أقول لك مغرورة من المسلسل من يوم حرام والله أنا بس إذا صابرين يمكن الوجه المستعار للحين قاعد نعرض أنت شاركتي في مسلسل حكايات في السداسية ونعرضه وأكيد حلقات شلون شفتي ردة فعل الجمهور خاصة إنه على شاشة تلفزيون الكويت وشاشتنا كانت محلية يعني هالسنة في المسلسلات الجميلة هذه أكيد تلفزيون الكويت هالسنة ما شاء الله متميز يعني ينافس القنوات الكبرى يعني ما شاء الله كمية مسلسلات الحلو في تلفزيون الكويت هالسنة أنه شجع الطاقات الشبابية الكويتية صحيح. من حيث الإنتاج فرصة حلوة أنا أشتغل مع شباب كويتيين يعني بشار الشطي هبة مشاري فرصة حلوة أن يعني كمية ممثلين في حكايات حب عطتهم الفرصة أن هو يتنوعون في الاختيارات يعني كل سداسية لها أبطال بروحها لها قصة بروحها ففرصة حلوة أن أكون موجودة معاهم عندي سداسيتين أحلام وردية وروح روحي ردة الفعل جدا حلوة ما توقعتها مع أن أول سداسية مع أمل العوضي دوري شوية مرسولة ودورك شوية يعني البنت اللي معجبها شيء أيوة يعني طلعت بشكل مغاير والحمد لله ردة الفعل كانت وايد حلوة أنا توقعت فانزات أمل راح يسبوني وايد ومعانا فواز بعد بالعمل فتوقعت راح انسب لكن الحمد لله ان كانت خفيفه رده الفعل ما كانت قويه بعد خمس مسلسلات اي شاب عمل واحد مسلسل لا وفواز عمل واحد لما طق بشار الدوانية كان مشهد وايد صراحه ما طقيته يعني ما تعاقبتوا عليه الشيء اللي سويته ما تعاقبته هو شخصيته بشار في المسلسل انه هو المسكين والمكسور هذا نعم نتكلم يا فنان شاب عن الاعمال اللي قاعد تنعرض هالسنه في لاحظنا مجموعه من الشباب ما شغلوا كلش وفي مجموعة اشتغلوا ويمكن أعرض لهم عمل أو عملين مو نفس كل سنة نشوف مجموعة من الممثلين في كل القنوات على حسب النصوص على حسب الشخصيات وبيني وبينك هالسنة هم بعد شوية الرغابة تأخروا في يعني وتوزيع النصوص ففي وايد مسلسلات تأخرت ففي ناس اضطرت أنها تطلع برا الكويت تسافر تصور هناك على أساس النصوص وثاني شيء الشخصية يعني ما يصير أنا بواحد عمره 32 سنة ولا 30 متزوج وعنده عيال بالثانوية صح ما يصير ما يتقبل هالمشاكل ما يتقبل تحط له مكياج وتحط له لو أي شيء تسوي ما يصير بالعقل ما يدش فالحين بدأوا شوي شوي ما بنفتح شوية مواضيع لا لا خلنا كذي حلوين لا خلنا حلوين على طاري أتغمض شخصية دشيت البيت قلت حق عيالي شوفوا أنا مدة 60 يوم دكتور سعود تحترموني وكان حامي يمشي كانت تقول زوجتي شنو؟ من الدكتور سعود؟ قلت له أنا قلت يعني شنو؟ قلت كل اللي أقوله يصير بتزوج عليك كانت تقول هذا مسجل ولا شنو؟ حبيت الدورة إيه حبيته حبيت الشخصية نفسها حبيت العائلة الأخ والزوج وعياله أنا أحب السوالف الاجتماعية يعني المسلسلات الاجتماعية وايد أحبها اللي فيها مثلا الخطأ وبعدين الصح وشون عدل وشون كذا راح تشوفون أشياء حلوة بالمسلسل العجيب أنا الحين اللي متعجب منه حصة أنك متابعة كل الأعمال أنا والله قاعدة طالع بصراحة قاعدة أتابع يعني لأن متعة المشاهدة يعني برمضان عندك فترة قبل الفطور عندك مجموعة من المسلسلات وقبل لا قبل السحر هم مجموعة من المسلسلات نهار طويل صح مسلسل بعدين ما شاء الله المواقع اللي قاعد تنزل بعض المسلسلات تخليك تقدر تطالع كذا مسلسل يعني ما طفك ما يطفك شيء ما عندي شيء السنة ولا وين الطبخ منو كان ويانا اللي عطاك واحدة قال صبعك على
كنت وياها برنامج طبخ. ايه. انا معاها شو لو حكي نقوله؟ شلون؟ شو لو حكي نقوله؟ مو انتهيت انا ولا ادش منه بخرشد. بخردش. ما ادري ايش قال لها على صبعها هيك اقول لا هو قص صبعه. انت قصيتي صبعك. انا واقف برا قال لها يا اصابع ولا ما شنو؟ شك تقول اي ولا دم؟ وحده بوحده وخمير ويا كيف اصابع. بس حلو البرنامج هذا. صبري يمكن بس عندي كلمة عند أنت من الفنانات المتميزات حبيبي. وما شاء الله شاركتي بليالي الكويت بالتقديم صح. وما كملتي ليش؟ هو شوفي كانت من أجمل الفرص اللي قدموها لي استاذ ليالي الكويت وكانت يعني شرف لي إن أنا أشارك في هالبرنامج الضخم في النسخة الأولى. قدمت تقريبا 5 أو 6 حلقات كنت فترة تدريب معهم. أنا كنت ضيفة مع عبد الله صح؟ مع عبد الله إيه. طلعنا كم حلقة وكانت فرصة حلوة عبد الله نكون معاكم مع الجروب الباجي. السيزون الجاي إن شاء الله ويانا بعد. إن شاء الله أنا اللي صار إن انشغلت تصوير المسلسل الوجه المستعار كان في نفس الفترة وانضغطنا وطولنا شوي إحنا في التصوير فتصادف مع وقت تصوير البرنامج وهو ساعة. فإن شاء الله نعود في الموسم الجاي وصراحة إضافة كبيرة لبرنامج الكويت واستفلى للكويت لأن برنامج فخم وفي نفس الوقت رتش يعني في مواضيع ومتابعة صراحة طريقة ما توقعتها من أول مرة طلعت فيه كان متابع وردة الفعل حتى من الطلبة الكويتيين يجلسون برا ما توقعتهم يعني يقول أنت بحرينية ولا كويتية تمتر لا تخلوني أدوس اللكنة الحين وأفضح روحي فخلوني بين وبين البيضة يعني أكيد حياكم الله اليوم نورينا في غبقتنا اللي بنضيفكم الحين أوفسايد اليوم معانا شاب إنسى رجيم شوي ولا ما في خطة لا ولا واحد من هذولا ونعطيكم بعد قرقعان قرقعان ودي البيت قرقعان سعود ترى هذا سعود مو الدكتور سعود مخرجنا لا يستاهل حياكم الله على وجودكم ويانا وان شاء الله موفقين في اعمالكم احنا راح نطلع ويا المشاهدين ونقدم لكم كلام اول ونكمل باقي فقرات غبقتنا